فكره ان اعضاء الاتحاد اللي بيديروا المسابقه او بيديروا الاتحاد عموما يفصلوا ما بين ما يدعونه ان هم مشجعين وما بين المسؤوليه، دي مساله انا اعتقد المهندس هاني ابو ريده عمره ما سمعها في الفيفا مثلا، عمره ما سمع زميل له في اللجنه التنفيذيه في الفيفا بيتكلم كمشجع بريطاني او كمشجع فرنسي مش بصفته مسؤول في الاتحاد الدولي، وعمره ما شافها حتى من الاخوه الافارقه اللي بيننا وبينهم يفترض اميال كتيره في الخبره الاداريه انه بيتكلموا بالفصل بين ده وبين ده. ليه ديت صناعه الجبليه؟ ليه الفوضى دي موجوده عندنا؟ ليه يتكلموا على التحكيم ويوجهوه؟ ليه المدير التنفيذي للاتحاد يطلع ينتقد ويرفض قرار للجنة الأولمبية للاتحاد جزء منها، ويصف قرار عقابي من اللجنة الأولمبية ضد أحد رؤساء الأندية بأنها واقعة غير مسبوقة، بينما هو اللي مسؤول عن تنفيذ هذا القرار؟ ده ما بيحصلش إلا في مصر يا باشمهندس هاني. زي ما تلاقي عضو مجلس إدارة في الاتحاد مجرد ما يتقال الأهلي هيجيب لعيبة وهيعمل كذا يطلع الإب ينتقد حكاية الاستبدال ويفتي وينسى إن هم باعتين جواب في 4-7، برضه ما بيحصلش في عمل يعني مؤسسي الا في الاتحاد الكوره. قس على ذلك بقى بين كل الاطراف، ناس تطلع تقيم مدرب المنتخب، ناس تفضل تشرح في اجهزه شغاله في اتحاد الكوره وهو صاحب القرار، وده بيرجعنا للنقطه الاداريه او المبدا المهم، ان تكون صاحب قرار ولا صاحب راي. هو ده هي ديت الاشكاليه. صاحب القرار ما ينفعش يبقى صاحب راي قبل ما ياخد قراره. هو هنا بنقول صاحب راي في الجلسه، لكن راي معلن إعلامي في الاعلام. لا انت بتدير مسابقه وبتدير حقوق بين كل الانديه، تطلع تقول وبعد كده تقول لا اصل ده كان بيتكلم بصفته الشخصيه. لا والله مش موجوده اللي عندنا، ده مش عمل مؤسسي، ده شغل الفوضى بجد تكون النتيجه بهذا الشكل. اصل ده توجه بيفصح عن فلسفه، يعني لو اتعرض قرار له تاثير على ترتيب الدوري ما احنا عرفنا خلاص انه مش هيقدر يكون فير فيه. ولا حد حب يدافع عن الدكتور كرم كردي برضه في المواقع، قال راي اتفهمه انا كمان شخصيا، قال طب وهل منطقي انه كابتن احمد شوبير عضو الاتحاد يطلع يعلن تمنيه ان الاهلي ياخد الدوري وان الزمالك ما ياخدش الدوري او ان بيراميدز ما ياخدش الدوري؟ لو الكابتن احمد شوبير أو الكابتن حازم إمام أو خالد لطيف عكسه قالوا كده، أو أي حد من اللي هو انتمائهم للأندية معلن بشكل مباشر، لا غير مقبول، غير مقبول كعضو في مجلس إدارة الاتحاد، لا من الكابتن شوبير ولا من الكابتن حازم. لما يطلع يقول أتمنى نادي الزمالك يكسب بأفريقيا ماشي، أتمنى النادي الأهلي يكسب مش عارف بطولة عربية ماشي، بره حيز المحلية. يعمل والنهارده الممثل الوحيد لمصر في البطولة العربية هو نادي الاتحاد، النادي الاتحاد الاسماعيلي والاسماعيلي الاتحاد والاسماعيلي. تخيل قالوا ذلك اللي كل الرهانات كانت عليهم. كرة القدم ما بتحترمش غير اللي بيحترمها. في الاطار نفسه، في اطار ازمة الضمير العام في اتحاد الكرة برضو فيما يخص التحكيم، لانه لما تبقى توجهات اعضاء في مجلس الادارة بهذا الشكل فيما يخص ارائهم، تفتكروا ايه المنظر هيكون في التعامل مع ملف التحكيم في اختيارات الحكام وفي تقييمهم وفي توزيعهم وفي كل ما يحدث في ملف التحكيم؟ أزمة كبيرة جدا مثارة هذه الأيام في الساعات الماضية بين الكابتن سيد عبد الحفيظ كمدير الكرة في النادي الأهلي والكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد كرئيس للجنة الحكام أو مشرف على لجنة الحكام. كابتن سيد عبد الحفيظ قال سؤال منطقي بديهي بسيط جدا، لا فيه شتيمة لحد، لا فيه إساءة لحد، لا فيه تجاوز في حق حد، ولا فيه أي خروج على النص. كلام مؤدب جدا 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 هنسمعه، لأن أنا مش عارف ده زعل في إيه. أنا هو طلب وسؤال، يعني خليني أقول لك يعني بس عشان بس ما تاخدش الموضوع نقد، الناس طالما أنت بتقول حاجة الناس بتبقى متخيلة إن أنت بتنقد. يعني أنا ليا طلب وليا سؤال، يعني ليا طلب
اتمنى ان الاتحاد المصري او لجنه الحكام في مصر تستعير كابتن علي الصبحي اللي حكم لقاء امبارح الامس في البطوله العربيه. اعتقد ان دي المباراه الوحيده اللي عدت لنادي الزمالك السنه دي بدون اخطاء او مؤثره، مش عايز اقول اخطاء تحكيميه، اخطاء مؤثره او من خلال او من غير ضربات جزاء. فاتمنى ان احنا يتم استعاره الحكم ده، على الاقل هنشوف مباراه من غير ضربات جزاء. الجزء الثاني، السؤال مهم جدا بيطرح نفسه، هو سؤال مش نقد عشان بس الناس ما تسخنش، يعني هل في شك في قدرات جهاد جريشه ومحمود البنا كحكام؟ يعني واحد شارك في المونديال العالمي ككاس عالم واكبر بطوله على مستوى العالم اللي هو كابتن جهاد جريشه، ومحمود البنا في قدراته وامكانياته وشخصيته، وكمان انت اللي بتقول ان هو من الحكام الصفوه ومن الحكام المميزين جدا جدا على المستوى الافريقي كمان من خلال مباريات، حتى بيدير مباراه ديربي هناك في تونس اقربها كانت الصفاقسي والترجي التونسي. هل يعقل ان محمود البنا في مشوار نادي الزمالك السنه دي كله ال 15 مباراه 13 دوري واثنين كاس ما يحكمش ولا مباراه لنادي الزمالك خالص؟ هل يعقل ده؟ هل يعقل ان جهاد جريشه الراجل اللي جاي من كاس عالم يحكم مباراه واحده للزمالك يكون طرفها النجوم؟ طبعا النجوم على راسنا من فوق كاداره ومسؤولين وكل حاجه، لكن انت بتختار له المباراه. هل يعقل اختصار التحكيم لنادي الزمالك على محمد عادل ومحمد الحنفي وايمن عمر وابراهيم نور الدين؟ هل يعقل ان الاربعه دول يحكموا 80% من مباراه نادي الزمالك؟ هل يعقل ان المباراه الكبيره تتوزع على 3 4 حكام بس؟ مش تشكيك، لكن هي اسئله محتاجه. محمد عادل يحكم مباراه المقاصه والانتاج الحربي، ابراهيم نور الدين يحكم مباراه الاتحاد ويحكم مباراه اللي فاتت الجونه، محمد الحنفي يحكم الجيش والشرطه والجيش والداخليه، امين عمر يحكم بتروجيت والمقاولين العرب. يعني حتى المباراه الثانيه كان فيها بعض الاخطاء، لكن انا بتكلم يعني ما يعقلش. اسئله محتاجه الاجوبه. ليه محمود البنا ما بيحكمش خالص بكفاءته وقدراته في خلال ال 15 مباراه المتتاليه؟ وليه حكام بتعيد تكرارها في مباراه ثانيه؟ الزمالك عنده مباراه المصري اللي جاي، انا متاكد يا محمد معروف يا محمد الصباح. انا بقول لك يعني انت بتتكلم في حاجه غريبه جدا، اسئله يعني او اجابات بتتكرر كل سنه والناس بتعمل نفسها مش واخده بالها، فهي اسئله مش نقد بس اسئله. سؤال هام طبعا، يعني نتمنى ان شاء الله يتم الاجابه عليه، وممكن طبعا كابتن شوبير يكون عليه تعليق اخيرا. يا ريت بالاحصائيه والورقه والقلم كده. تمام، زمالك نادي الزمالك لعب 13 اربع حكام اداروا 8 لقاءات من ال 13، واحسن حكم في مصر مش بشهادتي ده بقدراته والامكانيات اللي هو جهاد جريشه بيحكم مباراه واحده تكون طرفها النجوم، مش مباراه مثلا يعني الاسماعيلي المصري المقاولين مثلا. طبعا مع احترامي الكامل للنجوم، حتى المباراه دي كسب النجوم، لكن انا بتكلم هل يعقل برضه محمود البنا ما يحكمش ولا لقاء ابدا؟ تسمح لي اجاوب؟ اتفضل. السؤال بتاع الكابتن اللي عمل مشكله، مش انا اللي هجاوب. الحقيقه الاستاذ ثروت سوين جاوب السنه اللي فاتت بناء على المشكله بتاعتك، لما قالوا عايزين حكم مصري للاهلي والزمالك، وبعدين رجع حكم مصري لنهائي كاس مصر في تحدي رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب اللي بقى يحاسبن ومش عارف يعمل ايه يعني عشان ياخد حقه. فالحقيقه السؤال بتاع الكابتن سيد هو جاوبه الاستاذ ثروت سويلم، الزمالك محتاج بطوله، هو قال كده مش قال كده؟ صحيح. يعني لو عندكم عندكم وتقدروا تجيبوها دلوقتي هيبقى هو دي الاجابه. الزمالك محتاج بطوله. فالاتحاد يعني والله الاتحاد ده متسق مع نفسه جدا يا جماعه، مش عايز بيراميد يكسب الدوري وشاف ان الاهلي بعيد وامنيته كذا والزمالك عايز بطوله. الناس ما انتوا زعلانين ليه؟ يعني هو اللي كلمكم بصراحه تزعلوا؟ لكن اللي يدهشني جدا ان يجيب الكابتن عصام عبد الفتاح على هذه الاسئله بغضب. عارف بيجاوب بغضب ليه؟ لانك انت بتساله اسئله رغم بساطتها ورغم وضوح الاجابه فيها انها بتنكأ جروح بيحاول يداريها كده. طبعا ايه اللي ينرفزه؟ بقول لك فين جهاد جريشه والبنا اللي هم احسن اتنين حكام مصريين؟ بقول لك هم فين يا اخي؟ قول لي موجودين في الحفظ والصون هيطلعوا وقت اللزوم. انما تطلع كل مره نتكلم كلمه، كل مره نتكلم كلمه الثوره وتعب، ورغم كده اما يتكلم حد تاني يكلمه ولا يهدده ولا يبعت له رسائل يتكلم له مؤاخذه يعني بيبقى الخروجات على النص الناس بتندهش.
ان يبقى في مستوى في حق اعضاء في اتحاد الكوره واعضاء قيادات في التحكيم وفي ذمه حكام دوليين. قال لك الراجل ما يعني الراجل بعت لي اللي هنبتدي الوساخه بقى ما قالش حاجه يعني. اه لكن سيد عبد الحفيظ لما اتكلم وسال اسئله سمعتوها منطقيه جدا. اولا هو ما ده بالعكس هو بيدافع عن قيمه جهاد جريشه حكم الصفوه الاول في مصر واحد حكام النخبه الافريقيه ومحمود البنا واحد من الحكام برضه الدوليين. واسمع والذي عانينا منه على مدى السنتين الماضيتين معاناه كامله. هل كلام سيد اللي سمعتوه لا مؤاخذه فيه حاجه؟ هل في اي لفظ مسف في حق اي حد؟ سال السؤال الصعب. هل اللي ساله سيد عبد الحفيظ تكون اجابه الكابتن عصام عبد الفتاح عليه بالشكل اللي انتوا هتسمعوه ده؟ يعني ردا على كلام كابتن سيد عبد الحفيظ ومش للسنه الاولى، ده كلام بيتكرر سنه بعد سنه في حكام بعينهم بيديروا مباراه نادي الزمالك والوضع بيختلف مع النادي الاهلي. اولا انا مش هرد على الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ من تهكم على التحكيم والحكام المصريين ومقارنتهم بحكم عراقي، طبعا كل التقدير للحكام العراقيين، ولكن مش هرد على ده، هرد عليه بالنظم واللوائح اللي بتنظم العمل ما بين كل عناصر اللعبه من خلال اتحاد الكره ولجنه المسابقات. نحترم كل اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن هو من وجهه نظري واضح جدا انه تهكم على التحكيم المصري بشكل غير عادي وعلى الحكام المصريين اللي هم ناس محترمين جدا جدا يا كابتن سيد، وانت اول واحد تعلم ده، واحنا ما هناخد حقنا من خلال لوائح اتحاد الكره، وكل الحكام هيحكموا نادي الزمالك وبيحكموا النادي الاهلي. الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ مش صحيح ومش مقبول، لان معظم الحكام اللي بيحكموا للاهلي بيحكموا للزمالك. مش هقول كل الحكام، بقول معظمهم اغلبيتهم. طيب كابتن عصام زعلان ان الكابتن سيد اشاد بالحكم العراقي اللي ادار مباراه الزمالك والاتحاد السكندري في البطوله العربيه، ان بيتهكم لما قال له واشاد ب ب ب ب بالبنا وبجهاد جريش، هذا تهكم. وانا لما اشيد بحكم عراقي اكون بتهكم على المصريين؟ يعني لما بتجيب طاقم تونسي يدير مباريات في الدوري المصري، هي تونس دي مش دوله عربيه والعراق دوله عربيه برضه؟ ولا انتوا بتروحوا تونس ما بتروحوش العراق؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ده طاقم عربي كلف من الاتحاد العربي التونسي جبتوه بالعلاقات بين الاتحاد التونسي والاتحاد المصري. لما يشيد سيد عبد الحفيظ بالحكم العراقي يبقى كده بيلقح على الحكام المصريين، ولما تطلع تشيد بالحكام التونسيين في مباراه لبيراميدز يبقى انت كده ما بتسقش للحكام المصريين، ده انت بتجيب حكام توانسه لمباريات يجب ان يديرها حكام مصريون. بينما المباراه اللي ادارها الطاقم العراقي لا ما ينفعش يديرها طاقم مصري. يعني انت اللي بتزيل حجبت الفرصه عن طاقم مصري. انت اللي طعنت في كفاءتهم مش احنا. مش احنا، مش سيد عبد الحفيظ. انت اللي جبت او انت اللي استجبت لطلب استخدام حكام. صحيح ان الاهلي كان طلب وبيراميدز غير الحكام والتعيينات الملاكي، والتعيينات الملاكي ديت مش احنا اللي قلناها، المدير التنفيذي للاتحاد. ولو عايزين نعيد نسمع تاني، هات له فلان الفلاني عشان بيظبطه وبيريحه، ولا نسينا برضو الكلام ده؟ يقوم لما كابتن سيد يشيد بالحكام العراقيين عايزين تستخدموا ده لضرب فتيل بين الاهلي والحكام المصريين، الحقوا ده بيطعن في نزاهتكم. لا، ده بيدافع عن نزاهتهم، ده بيدافع عن سمعتهم، ده بيدافع عن احقيتهم في التوزيع العادل للمباريات. كابتن عصام عبد الفتاح قال مش صحيح كلام سيد عبد الحفيظ، ومش صحيح ابدا ان احنا بنودي حكام بعينهم لمباريات الزمالك، كل الحكام بيحكموا للاهلي وبيحكموا للزمالك. سيد عبد الحفيظ كذاب ولا عصام عبد الفتاح مش صادق؟ جدول المباريات هو اللي جاوب. ما نشوف جدول مباريات الزمالك السنه دي مين اللي ادارها يا كابتن عصام، عشان ربما كان الاعتماد على ذاكره السمكه بتعتقده ان هو المنجي. مباريات الزمالك السنه دي موسم 2018 2019 يا ريت نشوفها في الدوري. هذه المباريات
العشر مباريات الاولانيين. محمد امين عمر ادار مباراتين، وابراهيم نور الدين ادار مباراتين، محمود الحنفي ادار مباراتين، ومحمد عادل ادار مباراتين. في اكتر من كده؟ محمود البنا ادار صفر، وجهاد جريشه ادار مباراه واحده للزمالك مع النجوم السنه اللي فاتت هتدهش، والصباحي واحده، ومعروف واحده، وعاشور واحده، بس دول 10 مباريات يا شوارب. انما تتضح الصوره اكتر زي ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قال بمباريات الكاس وبقيه مباريات الزمالك في الدوري. ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن اطلب منك طلب؟ ارجع بس الصفحه الاولانيه. طيب دول السنه دي، عشان بس محل الخلاف من الكابتن سيد عبد الحفيظ، البنا وجهاد جريشه. واخد اهو، جهاد جريشه ادار مباراه واحده، والبنا ادار ولا مباراه للزمالك السنه دي حتى الان. سيد غلط ولا ده الجدول اللي بيرد ونفس الاسامي اللي قال له؟ يعني انتم متخيلين انه الاربع حكام اداروا 8 مباريات للزمالك من ال 13. الاربعه اللي قالهم سيد عبد الحفيظ، محمد امين عمر والحنفي ومحمد عادل وابراهيم نور الدين، دي الاختيارات المفضله. غلط كابتن سيد عبد الحفيظ؟ اذا كان غلط قول لي ان المباريات دي 7 مباريات بس يا ابراهيم، فين بقيه الجدول؟ انما شوف السنه اللي فاتت، هم نفس الاسماء، هم ده الاقوى. ان محمد امين عمر ادار 5 مباريات، الصباحي 5 مباريات، الغندور 4، محمد عادل 4، وبعد كده الباقي متوزع 3 و2، محمد الحنفي 3 ومحمد فاروق 3، وجهاد جريشه 1 والبنا 1. يعني برضو المفضلون سنة. المفضلون للزمالك هم 6 اداروا 24 مباراه السنه اللي فاتت من 34. امين عمر ادار 5 والصباحي ادار 5 ومحمد عادل ادار 4 والغندور ادار 4. والمختلف عليهم واللي الكابتن سيد اشار اليهم، جهاد جريشه ادار 0 ومحمود البنا ادار مباراه واحده. متخيلين؟ عشان الكابتن عصام عبد الفتاح شايف انه التساؤل الطبيعي والمشروع والهادئ جدا لسيد عبد الحفيظ شايف فيه تجاوز، وقال ايه؟ هنهدد ومش هنتحاسب الا باللائحه. كانت الرجاء في اخر الدوري كان يتحاسب. وهنتحاسب باللائحه، والكلام اللي انتوا كمان هتسمعوه من الكابتن. كابتن سيد عبد الحفيظ علق مع سيف زاهر على تركيز الكابتن عصام عبد الفتاح. هو انت زعلان ان انا بتساءل سؤال منطقي مدعم بحقيقه وما زعلتوش من الكلام التاني؟ نشوف سيد عبد الحفيظ. لا بس ثانية، انا بس يعني سمعت اخر جمله لكابتن عصام او من شويه، يعني اعتقد ان كابتن عصام يعني معانا تحديدا ليه كده؟ ده مصر كلها بتتكلم على التحكيم بقالها شهرين ثلاثه، ما طلعتش في اي حاجه ولا بتقول اي حاجه على اي حد فيهم خالص. يعني اشمعنى انا؟ اشمعنى انا تحديدا يعني؟ ممكن يكون بيحبك بزياده كابتن. لا انا مش عايز يحبني ولا احبه، لو عايز انا الموضوع بالنسبه لي موضوع اسئله، يعني بدل ما يطلع يرد عليها ما يقوليش انا اقول ايه وما اقولش ايه. انا طالما ما بخرجش عن النطاق، يعني طالما ما بخرجش عن النطاق ولا بتجاوز في حق حد فخلاص مفيش مشكله. يعني من شهرين ثلاثه كل مسؤول في نادي كان بيتكلم على التحكيم او بيتكلم في اي حاجه ما تخصش عن التحكيم، ليه يا كابتن حسام ما طلعتش قلت الكلام ده؟ ليه معايا انا تحديد؟ ليه مع النادي الاهلي؟ وبعدين ايه التصريحات اللي اكبر من النادي الاهلي اللي انا قلتها؟ انا ادي سؤال حضرتك، هات التليفون تاني جاوب على السؤال يا كابتن عصام. انت ليه بتدخلني في حته تانية؟ ليه محمود البنا ما حكمش؟ هو ده سؤال صعب. يعني حضرتك ليه محمود البنا ما حكمش وهو من احسن حكام مصر؟ وانا بقول حاجه لمحمود البنا، ده انا بقول لك من احسن حكام مصر. هو الحقيقه رد دلوقتي جريشة. قال لي ان جهاد جريشه كان عنده موقف، انا رديته وقلت له مش معنى كده ما يحكمش، قال لي لا هيحكم. ثانيه واحده، جهاد جريشه عنده موقف، احمد حمدي ما كانش عنده موقف بالنسبه لي؟ لما انت جبت في الماتش اللي فات معانا في الماتش المقاولين، ما كانش احمد حمدي في الاهلي والمقاولين؟ كابتن عصام بيتخيل ان احنا مثلا يعني ما بنعرفش الاسماء او ما بنعرفش اشكال الناس. طب اشمعنى يعني نفس الموقف؟ هو نفس الموقف، ما هو احمد حمدي كان معايا موقف كبير جدا في طلع الجيش. سلمت على الراجل و100 100 وكان موجود في الصف الخمسه. لا
يعني الموضوع باختصار شديد يا كابتن عصام، بعد اذن حضرتك انا بسالك سؤال، بسال سؤال، هل ده في تجاوز؟ في تجاوز في حق حد؟ انا بقول لك في اثنين من احسن حكام مصر، جهاد جريشه ومحمود البنا، حكموني 50% لثقتك الكبيره جدا فيهم ولثقتنا احنا فيهم في قدراتهم وفي امكانياتهم. اثنين بيحكموا 4 ماتشات من اصل 8 وما بيحكموش الناحيه الثانيه خالص. هل السؤال ده، السؤال ده فيه تجاوز؟ يعني هل ده فيه تجاوز في ايه يا كابتن عصام؟ وبعدين انا اي لوائح وقوانين ايه اللي تطبق عليا اذا كان انا ما غلطتش فيك انا اساسا ولا غلطت في اي حد؟ امال الناس اللي بقالها شهرين ثلاثه حضرتك ما طلعتش بمكالمه ليه؟ يعني انت مستنيني عشان تطلع تتكلم عليا؟ مستنيني اتكلم في التلفزيون عشان تطلع ترد؟ طب بقالك شهرين ما بتتكلمش على الناس اللي بتتكلم ليه؟ السؤال برضو الاخراني بتاع الكابتن سيد نمالي بيحط اسئله كده، بس الانسان لو يتوقف امام اجاباتها هيصل للحقيقه. هو اشمعنى انا اللي انت متصدني بتطلع ترد عليا انا على طول؟ انا لا اتجاوز في حقك ولا اتجاوز في اي حد ولا كل كلمه بقولها بتحاول تهددني باللوائح بالنظام العام وبالعقوبات بشكل مباشر انت وحكامك. دي مجرد كلمه، يعني ايه يعني بتدي الوسخه بقى ايه دي يعني؟ فانت يعني هو هي الفكره. احنا طبعا انت حر، عايز تبلع الزلط للي انت عايزه براحتك، انت حر، بس برضو انا ما تتعاملش بقى معايا بهذا التنمر يعني. حلو التنمر، ما دي الموضه بتاعت اليومين دول، هتشوف حاجه على التنمر. حلو. كابتن سيد قال في مداخلته مع الكابتن سيف زاهر مش منطقي انه اتنين حكام اهلا وسهلا بيهم وبكفاءتهم وهم حكام النخبه جهاد جريشه ومحمود البنا يديروا 50% من مباريات الاهلي ويديروا 0 لنادي الزمالك. ده مش سؤال؟ دي مش علامه استفهام كبيره؟ ده مش منطق يطرح نفسه؟ طب ما يجاوب المهندس هاني ابو ريده، يسال الكابتن عصام عبد الفتاح على الترابيزه بكره وعندهم اجتماع الساعه 2 الظهر، يقول له هو سيد عبد الحفيظ غلط في ايه؟ سيد عبد الحفيظ سال الاسئله اللي انتم مش ما بتسالوهاش للجنه. سيد عبد الحفيظ حط ايده على نقطه كلكم مش عايزين تقفوا عليها مع لجنة الحكام. لماذا سياسة التحكيم الموجه؟ لماذا اختيار الحكام بهذا الشكل؟ فين حقوق بقية الحكام، حكام الصفوة اللي عندك؟ ليه التفرقة في إدارة المباريات؟ مش دي أسئلة منطقية يفترض أن أي مجلس في أي جهة بيراقب وبيحاسب وحقه يسأل. لما يكون نادي عضو في المسابقة مش من حقه يسأل، مين اللي يسأل عشان يتقال هو انا من حقي فكره وانا سالتك فلان الفلاني؟ لا، الادوار بعد اذنكم معكوسه. السياق والظرف الذي سال فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ لا في مجال، ولا كان غضبان بالتحكيم ولا كان بيعمل اي حاجه، ده كسبان الماتش وبيتكلم وبيشيد بالحكام. لا في النظر يعني، عشان قبل كده يقول له ايه وانت بترمي فشلك يعني، حتى كياد يعني ما بيجي يرد عليك قبل كده قال لك هو انت كل واحد هيعلق شماعه فشله على التحكيم؟ طب هو بيكلمك في لحظه ما فيهاش فشل اهو. انا بفكر الكابتن عصام عبد الفتاح وليه عندنا كل الاحترام، واحنا في كاس العالم بعد مباراه مصر والسعوديه تعليقه على التحكيم كان ايه؟ كان ايه؟ طبعا قال لي انا شخصيا ده حكم فضيح، ده تحكيم فضيح. يعني لما تبقى انت مسؤول ورئيس بعثه بتشتكي من التحكيم، لان الوضع مختلف. لما يجي اي نادي حس بالظلم او حس بالضرر او حس انه حتى لو الحكم بتاعنا مش فضيحه ولا حاجه، حتى لو كل تحكيمنا اخطاء بشريه وارده وبتحصل في اي سياق، لكن ما يبقاش التعامل معاها بالشكل ده. ولو عايز تمسك لسيد عبد الحفيظ على الواحده قولوا لنا انتوا سايبين الوحايد التانيه لمين؟ قولوا لنا ليه بلع اقوام الزلط من الاخرين بهذا الشكل؟ سيد عبد الحفيظ قال مش منطقي ان اتنين حكام يحكموا 50% او 80% من المباريات، نص عدد الاهلي لعب 8 ماتشات 4 منهم النص ادارهم البنا وجهاد جريشه زي ما هتشوفوا الجدول دلوقتي قدامكم. ده سؤال منطقي ولا لا؟ جهاد جريشه ادار مباراتين والبنا ادار مباراتين، الحنفي ادار مباراه، محمد معروف ادار مباراه، وابراهيم نور الدين وطارق مجدي كل واحد ادار مباراه. ادي مباريات الاهلي الثمانيه لغايه دلوقتي، مش ده منطقي؟ الممنوعين عند الطرف الاخر هم الموجهين ليا انا باستمرار. لو حد شاف في كلمه غلط من الكابتن سيد عبد الحفيظ يقول لنا هي ايه، ويفتكر
اللي كان بيطلع لغايه السنه اللي فاتت ولغايه شهور فاتت في حق الكابتن عصام عبد الفتاح في حق حكام افاضل كان الكلام بينال السمعه والذمه والقيمه. بعتقد اليوتيوب مليان وذاكره الجميع حافله بكل الفيديوهات وكل الكلام اللي انتم سمعتوه. ما شفناش عقوبه واحده وما شفناش رد واحد. ده ما بنوافقش عليه وما بنقبلهوش وما بنعتمدهوش ابدا وسيله او سياسه للتعامل بين الناس. بالعكس لابد من الاحترام ولابد من حفظ الحقوق للجميع. لكن مش اسد علي وفي بقيه المداخلات نعامه. بص يعني ربما يكون الاستاذ احمد مرتضى يعني قد اجاب على كثير من الغموض في موقف التعامل مع الاعتراض على التحكيم. يعني الاستاذ انت عندك حاجه قبليها؟ انا عندي دلوقتي المداخله المشتركه بين الكابتن سيد عبد الحفيظ ناخدها الاول والكابتن عصام عبد الفتاح. لما بيحاول الكابتن سيف زاهر وهو عضو مجلس اداره في الاتحاد يوصل بين الاثنين لنقطه التقاء. كابتن عصام. ايوه يا كابتن سيف. اتفضل. كابتن سيد قال واعتقد في تسجيل مش هنقدر يعني. طب اتفضل قول. قال ايه يا كابتن؟ كابتن سيد ما قالوش. كابتن سيد قال كان في حكم عراقي بيحكم الزمالك عقد والاتحاد في البطوله العربيه ونشوف الراجل ده بلا اخطاء ونشوف الاخطاء الموجوده بقى عندنا وازاي ومين بيلعب لمين ومين ما بيلعبش لمين. طب ما هو ده ما فيهوش لا ده ما فيهوش تجاوز يا كابتن. ده ممكن يا كابتن ممكن اشيد بحكم. في قمه التهكم على التحكيم والحكم. لا يا كابتن هو يا كابتن عصام بس انا من النهارده بسال الكابتن سيد عبد الحفيظ مين اللي فاز الثلاث سنين اللي فاتوا وباني حكام يا كابتن؟ مين اللي فاز بالدوري يا كابتن سيد؟ ما كابتن عصام هي الجزء دي يا كابتن عصام ما فيهوش اي تهكم. بتطرح اسئله مش موضوعها. كابتن سيد بعد اذنك بس بعد اذنك كابتن سيد لو سمحت. لو انا بقول كابتن بس اديني فرصه كابتن. ما هو كابتن بعد اذنك انا هدي حضرتك فرصه بس انا لا لحظه بس لحظه لو الكلمه دي لو انا بقول ان انا بشيد بتحكيم. طب اتفضل حكم يا كابتن سيف اديني فرصه بقى اديها. الله يسلمك. طب اتفضل يا كابتن. لو بشيد بحكم ده معناه ان انا بسيء للناس الثانيه. تمام. ده انا هجمع لك يا كابتن عصام عشان حضرتك الكلمه دي زعلتك قوي ان انا بقول الحكم ده كويس. انا هجمع لك حضرتك المسؤولين قالوا ايه في الشهرين اللي فاتوا ورد حضرتك كان عليهم ايه. لما كلمه من سيد عبد الحفيظ مسؤول في النادي الاهلي تقول ان حكم كويس ادار مباراه زعلتك جدا. طب الكلمات الثانيه انا هجمع وعد مني هجمعها لحضرتك. احنا يا كابتن سيد عمالين نروح يمين وشمال. احنا عايزين نحل القصه بس. انا لا اقبل من حد يسالني انت بتعمل ده او ده اللي يسالني بس اتحاد الكوره ومفيش نادي في مصر يسالني. زي انا ما بقول ما اقدرش اسال الكابتن سيد عبد الحفيظ انت بتلعب سين او صاد او عين ليه. طيب. مش من حقي. فشل الكابتن سيف انه يوفق بين الطرفين لكن المنطق موفق بين المساله. هو اتحاد الكوره من حقه او اي حد يسال مدرب عضو مجلس اداره في الاتحاد من حقه يسال مدرب في اي نادي انت ما بتشركش اللاعب الفلاني ليه؟ انت كاتحاد مش من حقك اللاعب الفلاني يلعب او ما يلعبش، ده شان فني خاص بناديه. لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ او الكابتن احمد حسن او اي مسؤول في اي نادي من حقه يقول لك سياسه اختيار الحكام. النادي عضو في الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره، عضو في المسابقه. سيادتك بتنجح باصوات الناس ديت. الناس ديت كانديه هي اللي فوضت سيادتك والمجلس باداره شؤون اللعبه. انت اكتسبت شرعيتك من اصوات هذه الجمعيه العموميه، عشان انتوا مش واخدين بالكم انتوا قاعدين هنا ليه؟ انتوا قاعدين في المكان ده بشرعيه هذه الجمعيه العموميه لهذه الانديه اللي من حقها تسال اسئله منطقيه مشروعه بشرط الاحترام الكافي. لكن انت مش من حقك تروح تقول للنادي شلت المدرب ليه؟ مش سلطتك. مش من حقك. مش سلطته. مصلحتك ايه؟ يعني دورك ممكن مدير منتخب يتساءل هذا السؤال يعني. فاهم ازاي؟ انا كان نفسي يشرك فلان وفلان عشان عايزه او فلان بيلعب في مركز غير مركزه المفروض ان انا العب في الحته الفلانيه. ما السياق مش مظبوط. اما تقول انا ما بسالكش لان مش من حقك. طبعا طبعا. لكن انت بتاثر عليا. انا ما بتاثرش عليك وعلى قرارك في الاتحاد. لكن انت بتاثر عليا. بتاثر على حقوق فنيه وماديه لناس كتير. ده في انديه بتهبط وانديه بتصعد.
وانديه بتكسب بطولات بيترتب لها مشاركات دوليه واقليميه. ما ينفعش ان انا اقول انا عاملني زي ما انا يعني انا بسالكش بتلعب مين فانا الحكام عندي اعمل اللي انا عايزه. لا ما تعملش اللي انت عايزه. تعمل اللي انت عايزه في سياق الصح والغلط، ومن حقي ان اتساءل. اه بادب زي ما انت بتقول يعني. لابد ان احنا نحافظ على اللغه المحترمه بيننا، لكن ما دام في اسئله منطقيه مشروعه ما تتحرجش. تتحرج ليه؟ ما تقول ايه السبب. حاول يقول الكابتن عصام عبد الفتاح في ال تي سي ليه البنا وجهاد جريشة للزمالك لا. تساؤلاته منطقيه يا كابتن، يعني ليه جهاد جريشة والبنا ما بيحكموش للزمالك؟ بص يا كابتن ابو المعاصي، جهاد جريشة لو انت فاكر ادار مباراه الزمالك والمقص، لو انت فاكر الشهيره، شوف انت قلت الشهيره، واتوقف الدوري كام شهر؟ من 3 لـ4 شهور تقريبا. صح ولا انا بتكلم غلط؟ صحيح. مستحيل ان انا استاذ ابو المعاصي كان عنده هذه المقابله المباراه وحصل اللي حصل وممكن اجيب له الحكم بعدها. مستحيل في اي طبعا طبعا الظروف النفسيه مليون في المية، وحصل اتهامات ما بين النادي وما بين الحكم، وقعدنا في جدال والدوري وقف 4 شهور. ايوه فاذا ده حتى كمان في القضاء في رد المحكمه وفي يعني انا ماليش طبعا في النواحي القانونيه، لكن طبعا بنحاول نهيئ الحكم نفسيا عشان يرجع في احسن صوره لهذا النادي. ورجع جهاد جريشه مع مباراه السنه دي مباراه الزمالك ونجوم المستقبل. طب والبنا يا كابتن ايه المبرر؟ البنا كان عنده الزمالك وبيراميدز والمباراه تأجلت. انا بقول لك اسر اهو قسما بالله زي ما بحكي لك كده. المنطق او المسطره اللي بيتكلم بيها الاستاذ او الكابتن عصام عبد الفتاح بيقول له مش معقوله على واقع حصلت من 3 سنين ولا من سنتين، ها ان انا اجيبه تاني وهو ضرب الجزاء واضحه باليد، ها وبعد الاحداث والدوري وقف كام شهر وكان في تهديد بالانسحاب وكانه مطلوب من الانديه ان تلجا الى هذا الاسلوب الضاغط. بنفس المعيار يا استاذ ابراهيم، بنفس المعيار. طب ابراهيم نور الدين حكم للاهلي، طب ما هو ابراهيم نور الدين عمل ايه في الماتش بتاع ازارو ضربه الجزاء بتاعت ازارو انتاج الحرب انتاج الحرب. طب بنفس المعيار جهاد جريشه اللي موسمين مع نفس الفريق الاهلي والاسماعيلي، يؤثر على نتيجه المباراه بقرارات وانا طالع كابتن سيد بيشيد بيه بيعتبرها ان اللي حصل دي اخطاء تحكيم مش سوء اداره يعني. يعني هي هنا النقطه مشكله يا استاذ ابراهيم. انت تحاسب بمعاييرك، انت راجل مؤدب ما يصحش تقول كده وليكن. لكن هو الخطا بتاع جهاد جريشه مع الزمالك والمقصه كان الموسم اللي قبل الماضي. الموسم الماضي ما حكمش ولا مباراه للزمالك. قال لك مش معقول الزمالك يهدد والنبي يعني شوف النبي. متخيلين خطا انت مستمر عليه للموسم الثالث في حكم مصر الاول واحد حكام كاس العالم، هل ده يعقل؟ اهو زيرو جهاد جريشه. ايه الحرص على ارضاء الناس الثانيه دي؟ ايه الانصياع الشديد قوي ده؟ طيب اذا كان كابتن عصام ده جهاد جريشه، البنا كابتن عصام حلف انه كان هيديله الزمالك وبيراميدز بس المباراه اتاجلت. لا والله. طب هو ايه الرخصه بتاعته مكتوب عليها حكم مباراه الزمالك وبيراميدز بس؟ الزمالك بعد بيراميدز ما لعبش كوره خالص؟ بعد كل الماتشات بتاعت الزمالك وبيراميدز الرخصه بتاعته ساريه، طلع له الاورنيك الزمالك وبيراميدز، ما دام المباراه اتاجلت خلاص مش هتلعب مباراه ثانيه. بالذمه ده منطق؟ ما لعبش الزمالك ولا ماتش تاني عشان نهرب منها؟ والله العظيم كان هيحكم بس مش عارف ايه. لا طب وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ حصلت كمان محاولة من الكابتن سيف زاهر للم الشمل تاني، لكن المرة دي كان في حلفان وتهديد. نشوفه.
انا بس عشان بقى ايه، عشان نقفل الموضوع ده بمنتهى الهدوء، سايب بمنتهى الهدوء كده، الكلام ما كانش فيه اي حاجه، هو كان استفسار ولا تجاوز في اي نوع بس، ولا كان فيه اي حاجه يعني. هو الراجل قاصد يقول من الاول انا ما كانش فيه خروج عن النص بس، ودي حقيقه. يا كابتن سيف، انا نفسي بس اقول حاجه واحده بس، اتفضل. ارجو انك تجيب حالا الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ حالا، ولو انا غلطان هستقيل من اتحاد الكوره. في ايه؟ طب دي واحده بس يا كابتن عصام، دي واحده بس، الكلام فيه ايه بس؟ بهدوء بس، بهدوء. هو على الهواء. طب بعد اذنك بهدوء. كان كلامه بيهين او بيتهكم على التحكيم. قال ايه يا كابتن؟ هو قال ايه بس بهدوء؟ انا موافق الكابتن عصام عبد الفتاح. هو قال للكابتن سيف بيحلف باغلظ الايمان، هستقيل على الهوا، هات كلام الكابتن سيد، ولو ما لقيتش فيه غلط انا هستقيل. طيب هتسامحه وتعفيه من الوعد اللي قطعه على نفسه؟ كلام سيد عبد الحفيظ الاول يا شوارب، وهو بيتكلم في اون سبورت، اول فيديو احنا عرضناه النهارده، اللي هو بيوجه فيه الاسئله المنطقيه بعد المباراه، لانه ده اللي استند عليه الكابتن سيف زاهر، مش عنده النص. فقال للكابتن عصام عبد الفتاح: يا كابتن عصام، انا شايف الكابتن سيد عبد الحفيظ ما غلطش، هو سال سؤال منطقي مدعم ببيانات، انت ما بتردش. فقال له: لا، عليا من كذا، لو انت اعرض كلام عبد الحفيظ ولو ما لقيتش فيه اساءه انا استقيل على الهواء. ما هو هيفسر الاساءه بقى بطريقته يا. طب ما نسمع كلام الكابتن سيد تاني ونحاول مع بعضنا نركز شوية، هو الغلط كان فين بالظبط؟ أنا هو طلب وسؤال، يعني خليني أقول لك يعني، بس عشان بس ما تاخدش الموضوع نقد، الناس طالما أنت بتقول حاجة الناس بتبقى متخيلة إن أنت بتنقد يعني. أنا ليا طلب وليا سؤال يعني، ليا طلب أتمنى إن الاتحاد المصري أو لجنة الحكام في مصر تستعير كابتن علي الصبحي اللي حكم لقاء امبارح الأمس في البطولة العربية، أعتقد إن دي المباراة الوحيدة اللي عدت لنادي الزمالك السنة دي بدون أخطاء أو مؤثرة، مش عايز أقول أخطاء تحكيمية، أخطاء مؤثرة أو من خلال أو من غير ضربات جزاء، فأتمنى إن احنا يتم استعارة الحكم ده، على الأقل هنشوف مباراة من غير ضربات جزاء. الجزء الثاني، السؤال مهم جدا بيطرح نفسه، هو سؤال مش نقد عشان بس الناس ما تسخنش يعني هل في شك في قدرات جهاد جريشه ومحمود البنا كحكام يعني، واحد شارك في المونديال العالمي ككاس عالم واكبر بطوله على مستوى العالم اللي هو كابتن جهاد جريشه ومحمود البنا، في قدراته وامكانياته وشخصيته، وكمان انت اللي بتقول ان هو من الحكام الصفوه ومن الحكام المميزين جدا جدا على المستوى الافريقي كمان من خلال مباريات، حتى بيدير مباراه ديربي هناك في تونس اقربها كانت الصفاقسي والترجي التونسي. هل يعقل ان محمود البنا في مشوار نادي الزمالك السنه دي كله ال 15 مباراه 13 دوري واثنين كاس ما يحكمش ولا مباراه لنادي الزمالك خالص؟ هل يعقل ده؟ هل يعقل ان جهاد جريشه الراجل اللي جاي من كاس عالم يحكم مباراه واحده لذلك يكون طرفها النجوم؟ طبعا النجوم على راسنا من فوق كاداره ومسؤولين وكل حاجه، لكن انت بتختار له المباراه. هل يعقل اختصار التحكيم لنادي الزمالك على محمد عادل ومحمد الحنفي وايمن عمر وابراهيم نور الدين؟ هل يعقل ان الاربعه دول يحكموا 80% من مباراه نادي الزمالك؟ هل يعقل ان المباريات الكبيره تتوزع على 3 4 حكام بس؟ مش تشكيك، لكن هي اسئله محتاجه الاجوبه. يعني محمد عادل يحكم مباراه المقاصه والانتاج الحربي، ابراهيم نور الدين يحكم مباراه الاتحاد ويحكم مباراه اللي فاتت الجونه، محمد الحنفي يحكم الجيش والشرطه، يحكم بتروجيت والمقاولين العرب، يعني حتى المباراه الثانيه كان فيها بعض الاخطاء، لكن انا بتكلم يعني ما يعقلش اسئله محتاجه الاجوبه. ليه محمود البنا ما بيحكمش خالص بكفاءته وقدراته في خلال ال 15 مباراه المتتاليه، وليه حكام بتعيد تكرارها في مباراه ثانيه؟ الزمالك عنده مباراه المصري اللي جاي، انا متاكد يا محمد معروف يا محمد الصباح. انا بقول لك يعني انت بتتكلم في حاجه غريبه جدا، اسئله يعني او اجابات بتتكرر كل سنه والناس بتعملها، فهي اسئله مش نقد بس، اسئله. سؤال هام طبعا، يعني نتمنى ان شاء الله يتم الاجابه عليه، وممكن طبعا كابتن شوبير يكون عليه تعليق اخيرا. يا ريت بالاحصائيه والورقه والقلم كده، تمام؟ الزمالك نادي الزمالك لعب 13 مباراه، اربع حكام لقاءات من ال 13،
واحسن حكم في مصر مش بشهادتي ده بقدراته والامكانيات اللي هو جهاد جريشه بيحكم مباراه واحده تكون طرفها النجوم مش مباراه مثلا يعني الاسماعيلي المصري المقاولين مثلا طبعا مع احترامي الكامل للنجوم حتى المباراه دي كسب النجوم لكن انا بتكلم هل يعقل برضه محمود البنا ما يحكمش ولا لقاء ابدا اسئله محتاجه الاجوبه مدعمه بحقائق وارقام عرضناها لحضراتكم على الشاشه كلكم شفتوها ايه الغلط هل الكابتن عصام عبد الفتاح في اليمين اللي حلفه اللي سيف زاهر مستعد يستقيل على الهوا لو ثبت ان الكلام ده ما فيهوش غلط لو في غلط يقول لنا هو الغلط فين ده عامله ده حدوته دي فزوره طلع لنا الغلط فين في اسئله محتاجه الاجوبه والراجل اتكلم قال لك انا مش بقول نقد عشان ما يقولكش بنقد انا بقول اسئله محتاجه الاجوبه هل جهاد جريشه مش حكم مصر الاول هل البنا مش واحد من الحكام المميزين عندنا في خلاف على كده هل الاثنين دول مش ممنوعين من تحكيم الزمالك طب ما بيحكموش ليه بقيه الحكام الاربعه المبشرين دايما بالاختيار والرضا والقبول ليه ولما اقول اصل جهاد جريشه غلط غلطه في حق المقاصه الموسم اللي قبل اللي فات فتم منعه طب والحكام اللي غلطوا لصالح الزمالك موقفهم ايه بيتكرروا ليه مش ده السؤال للعدل برضو انت عندك حكم اخطا برغم انه حكم مصر الاول واحد حكام المونديال لكن انت شايف ان الخطا اللي حصل منه من الموسم اللي قبل اللي فات يستدعي ابعاده طب واللي بيغلطوا لصالح الزمالك بيتكرروا ليه مش في حقوق للانديه التانية المتنافسه او اللي بيغلطوا يا سيدي مع الاهلي او ضد الاهلي عشان مساله فيها موضوعيه شويه مش التكرار ده حاصل للجميع اشمعنى كده وفين الخطا في كلام سيد عبد الحفيظ ده السؤال الكبير لكن على ذكر بقى تونس واجاده حكامنا في تونس احمد حسام ميدو نفسه كان علق على ليه حكامنا بيجيدوا في تونس فقال ميدو في تويتر له حكامنا يؤدوا بشكل افضل في الدوري التونسي وهذا اكبر دليل على انهم يتأثروا في الدوري المصري بالضغوط الذين أو التي يتعرضون لها من خلال تهديدات وانتقاد مسؤولين الأندية لهم بعد المباريات بسبب عدم تفعيل لجنة القيم والمبادئ التي لها الحق في معاقبة أي شخص في أي ناد خارج اللاعبين والجهاز الفني خارج اللاعبين والجهاز الفني يعني لا تحاكم سيد عبد الحفيظ يقول لنا ما حاسبتش رئيس نادي الزمالك قبل كده ليه ولا السؤال صعب هو صعب شوية يمكن أصعب من سؤال سيد عبد الحفيظ عن جهاد جريشة والبنا مش دي لجنة فيها ناس أفاضل المفترض تحاسب الكل ولا تغض الطرف عن ناس وتبلع لهم الزلط وتنتظر الكلمة التهديد الأهلي ما بيهددش لكن ليه بيحصل تهديد على الحكام لدرجة تصل إلى الانسحابات وتكون النتيجة أن أنت تكسب ثمن التهديد ده مش اعترافنا ولا كلامنا ده اعتراف الأستاذ أحمد مرتضى منصور في إذاعة الشباب الرياضة حصلت كمان محاولة من الكابتن سيف زاهر للم الشمل تاني لكن المرة دي كان في حلفان وتهديد نشوفه انا بس عشان بقى ايه عشان نقفل الموضوع ده بمنتهى الهدوء سايب بمنتهى الهدوء كده الكلام ما كانش فيه اي حاجه هو كان استفسار ولا تجاوز معين هو بس ولا كان فيه اي حاجه يعني هو الراجل قاصد يقول من الاول انا ما كانش فيه خروج عن النص بس ودي حقيقه يا كابتن سيف انا نفسي بس اقول حاجه واحده بس اتفضل ارجو انك تجيب حالا الكلام اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ حالا ولو انا غلطان هستقيل من اتحاد الكوره طب دي واحده بس يا كابتن عصام دي واحده بس الكلام فيه ايه بس بهدوء بس بهدوء هو على الهوا طب بعد اذنك بهدوء كان كلامه بيهين او بيتهكم على التحكيم قال ايه يا كابتن هو قال ايه بس بهدوء انا موافق الكابتن عصام عبد الفتاح هو قال للكابتن سيف بيحلف باغلظ الايمان هستقيل على الهوا هات كلام الكابتن سيد لو ما لقيتش فيه غلط انا هستقيل طيب هتسامحه وتعفيه من
من الوعد اللي قطعه على نفسه. كلام سيد عبد الحفيظ الاول يا شوارب، وهو بيتكلم في اون سبورت اول فيديو احنا عرضناه النهارده، اللي هو بيوجه فيه الاسئله المنطقيه بعد المباراه، لانه ده اللي استند عليه كابتن سيف زاهر مش عنده النص. فقال للكابتن عصام عبد الفتاح: يا كابتن عصام، انا شايف الكابتن سيد عبد الحفيظ ما غلطش، هو سأل سؤال منطقي مدعم ببيانات، انت ما بتردش. فقال له: لا، عليا من كذا، لو انت اعرض كلامك عبد الحفيظ ولو ما لقيتش فيه اساءة انا استقيل على الهواء. ما هو هيفسر الاساءة بقى بطريقته يا. طب ما نسمع كلام الكابتن سيد تاني ونحاول مع بعضنا نركز شوية، هو الغلط كان فين بالظبط. انا هو طلب وسؤال، يعني خليني اقول لك يعني بس عشان بس ما تاخدش الموضوع نقد، الناس طالما انت بتقول حاجه الناس بتبقى متخيله ان انت بتنقد. يعني انا ليا طلب وليا سؤال، يعني ليا طلب اتمنى ان الاتحاد المصري او لجنه الحكام في مصر تستعير كابتن علي الصبحي اللي حكم لقاء امبارح الامس في البطوله العربيه. اعتقد ان دي المباراه الوحيده اللي عدت لنادي الزمالك السعودي بدون اخطاء او مؤثره، مش عايز اقول اخطاء تحكيميه، اخطاء مؤثره او من خلال او من غير ضربات جزاء. فاتمنى ان احنا يتم استعاره الحكم ده، على الاقل هنشوف مباراه من غير ضربات جزاء. الجزء الثاني، السؤال سؤال مهم جدا بيطرح نفسه، هو سؤال مش نقد عشان بس الناس ما تسخنش. يعني هل في شك في قدرات جهاد جريشه ومحمود البنا كحكام؟ يعني واحد شارك في المونديال العالمي ككاس عالم واكبر بطوله على مستوى العالم اللي هو كابتن جهاد جريشه، ومحمود البنا بقدراته وامكانياته وشخصيته، وكمان انت اللي بتقول ان هو من الحكام الصفوه ومن الحكام المميزين جدا جدا على المستوى الافريقي كمان من خلال مباريات، حتى بيدير مباراه ديربي هناك في تونس اقربها كانت الصفاقسي والترجي التونسي. هل يعقل ان محمود البنا في مشوار نادي الزمالك السنه دي كله ال 15 مباراه 13 دوري واثنين كاس ما يحكمش ولا مباراه لنادي الزمالك خالص؟ هل يعقل ده؟ هل يعقل ان جهاد جريشه الراجل اللي جاي من كاس عالم يحكم مباراه واحده ملك يكون طرفها النجوم؟ طبعا النجوم على راسنا من فوق كاداره ومسؤولين وكل حاجه، لكن انت بتختار له المباراه. هل يعقل اقتصار التحكيم لنادي الزمالك على محمد عادل ومحمد الحنفي وايمن عمر وابراهيم نور الدين؟ هل يعقل ان الاربعه دول يحكموا 80% من مباراه نادي الزمالك؟ هل يعقل ان المباريات الكبيره تتوزع على 3 4 حكام بس؟ مش تشكيك، لكن هي اسئله محتاجه الاجوبه. يعني محمد عادل يحكم مباراه المقاصه والانتاج الحربي، ابراهيم نور الدين يحكم مباراه الاتحاد ويحكم مباراه اللي فاتت الجونه، محمد الحنفي يحكم الجيش والشرطة، يحكم بتروجيت والمقاولين العرب. يعني حتى المباراه الثانيه كان فيها بعض الاخطاء، لكن انا بتكلم يعني ما يعقلش اسئله محتاجه الاجوبه. ليه محمود البنا ما بيحكمش خالص بكفاءته وقدراته في خلال ال 15 مباراه المتتاليه، وليه حكام بتعيد تكرارها في مباراه ثانيه؟ الزمالك عنده مباراه المصري اللي جاي، انا متاكد يا محمد معروف يا محمد الصباح. انا بقول لك يعني انت بتتكلم في حاجه غريبه جدا، اسئله يعني او اجابات بتتكرر كل سنه والناس بتعملها، فهي اسئله مش نقد بس اسئله. سؤال هام طبعا، يعني نتمنى ان شاء الله يتم الاجابه عليه، وممكن طبعا كابتن شوبير يكون عليه تعليق اخيرا. يا ريت بالاحصائيه والورقه والقلم كده. تمام، الزمالك نادي الزمالك لعب 13 مباراه، اربع حكام لقاءات من ال 13، واحسن حكم في مصر مش بشهادتي ده بقدراته والامكانيات اللي هو جهاد جريشه بيحكم مباراه واحده تكون طرفها النجوم، مش مباراه مثلا يعني الاسماعيلي المصري المقاولين مثلا. طبعا مع احترامي الكامل للنجوم، حتى المباراه دي كسب النجوم، لكن انا بتكلم هل يعقل برضه محمود البنا ما يحكمش ولا لقاء ابدا؟ اسئله محتاجه الاجوبه مدعمه بحقائق وارقام، عرضناها لحضراتكم على الشاشه كلكم شفتوها. ايه الغلط؟ هل الكابتن عصام عبد الفتاح في اليمين اللي حلفه اللي سيف زاهر مستعد يستقيل على الهوا لو ثبت ان الكلام ده ما فيهوش غلط؟ لو في غلط يقول لنا هو الغلط فين؟ ده عامله ده حدوته دي فزوره، طلع لنا الغلط فين في اسئله محتاجه الاجوبه. والراجل اتكلم قال لك انا مش بقول نقد عشان ما يقولكش بنقد، انا بقول اسئله محتاجه الاجوبه. هل جهاد جريشه مش حكم مصر الاول؟ هل البنا مش واحد من الحكام المميزين عندنا؟ في خلاف على كده؟ هل الاثنين دول مش ممنوعين من تحكيم الزمالك؟ طب ما بيحكموش ليه؟ بقيه الحكام الاربعه المبشرين
دايما بالاختيار والرضا والقبول. ليه؟ ولما اقول اصل جهاد جريشة غلط غلطه في حق المقاصة الموسم اللي قبل اللي فات فتم منعه، طب والحكام اللي غلطوا لصالح الزمالك موقفهم ايه؟ بيتكرروا ليه؟ مش ده السؤال للعدل برضه؟ انت عندك حكم اخطأ برغم انه حكم مصر الاول واحد حكام المونديال، لكن انت شايف ان الخطأ اللي حصل منه بالموسم اللي قبل اللي فات يستدعي ابعاده، طب واللي بيغلطوا لصالح الزمالك بيتكرروا ليه؟ مش في حقوق للانديه الثانيه المتنافسه؟ او اللي بيغلطوا يا سيدي مع الاهلي او ضد الاهلي، عشان مساله فيها موضوعيه شويه، مش التكرار ده حاصل للجميع؟ اشمعنى كده؟ وفين الخطا في كلام سيد عبد الحفيظ؟ ده السؤال الكبير. لكن على ذكر بقى تونس واجاده حكامنا في تونس، احمد حسام ميدو نفسه كان علق على ليه حكامنا بيجيدوا في تونس، فقال ميدو في تويتر له: حكامنا يؤدوا بشكل أفضل في الدوري التونسي، وهذا أكبر دليل على أنهم يتأثروا في الدوري المصري بالضغوط الذين أو التي يتعرضون لها من خلال تهديدات وانتقاد مسؤولين الأندية لهم بعد المباريات بسبب عدم تفعيل لجنة القيم والمبادئ التي لها الحق في معاقبة أي شخص في أي ناد خارج اللاعبين والجهاز الفني. خارج اللاعبين والجهاز الفني، يعني تحاكم سيد عبد الحفيظ يقول لنا ما حاسبتش رئيس نادي الزمالك قبل كده ليه؟ ولا السؤال صعب؟ هو صعب شوية، يمكن أصعب من سؤال سيد عبد الحفيظ عن جهاد جريشة والبنا. مش دي لجنة فيها ناس أفاضل المفترض تحاسب الكل؟ ولا تغض الطرف عن ناس وتبلع لهم الزلط وتنتظر الكلمة؟ التهديد الأهلي ما بيهددش، لكن ليه بيحصل تهديد على الحكام لدرجة تصل إلى الانسحابات وتكون النتيجة أن أنت تكسب ثمن التهديد؟ ده مش اعترافنا ولا كلامنا، ده اعتراف الأستاذ أحمد مرتضى منصور في إذاعة الشباب والرياضة. خلينا نتكلم أن في مشكلة تحكيمية كبيرة في مصر. لما يكون لاعب يمسك كرة بإيده بشكل زي ما يكون جون، وعلى فكرة أنا كنت جون كمان، بالشكل ده الحكم كان يشوفها. لما يبقى في ضربات جزاء معاكسة وما تتحسبش دي وما تتحسبش دي، أكيد لازم يبقى في وقفة مع التحكيم. مقابل ده احنا بناخد كمية مكاسب لن يتخيلها أي حد. في هذا السؤال قال أحمد مرتضى منصور في الجزء اللي قبل ده على طول إنه ما انت ما تعرفش، كان بيجاوب للكابتن وليد صلاح الدين وموجود على السوشيال ميديا، انا شفتها بيجاوب بيرد الوليد على ليه الزمالك بيهدد، قال له ما انت ما تعرفش ان كل تهديد لينا احنا بنكسب من وراه قد ايه، كبيره قوي. ده اتكلم على مشاريع في وزاره الشباب والرياضه بناخدها من مكاسب كترضيات نتيجه هذا الاعتراض على التحكيم كده. ده مش غلط يا كابتن عصام، وباذن الله هيجيبوها لك برضه لان هي ده موجوده، مش غلط. موجوده يعني. لكن انت كنت طلبت حاجه فيما يخص الكابتن ثروت سويلة من المدير التنفيذي للاتحاد الكوري، هو بيجاوب على الاسئله دي كلها اصلا لما قال هو ليه حكام مصريين مش اجانب لكاس مصر. ايوه بالظبط، مش مرتضى منصور برضو حريص جدا نادي الزمالك باللي بيتقابل نادي الزمالك بالمشاكل الكتيره اللي قابلت المستشار مرتضى خلال الفتره اللي فاتت دي، حابب جدا ان هو ياخد بطوله، فبرضو بيقول انا عاوز حكام مصريين. واضح جدا قال له كان حريص جدا انه ياخد بطوله، فعشان كده عايزين نجيب حكام مصريين. في الدنيا كده نبي يا كابتن عصام الكلمه دي، والنبي ما تعيدوها لنا تاني، والنبي عشان خاطري هعيدها تاني، عيدوها لنا تاني لو سمحت. صعبه ولا ايه؟ ايوه بالظبط، مش مرتضى منصور برضو حريص جدا نادي الزمالك باللي بيتقابل نادي الزمالك بالمشاكل الكتيره اللي قابلت المستشار مرتضى خلال الفتره اللي فاتت دي، حابب جدا ان هو ياخد بطوله، فبرضو بيقول انا عاوز حكام مصريين. فاتحاد الكوره جاب له حكام مصريين عشان ياخد بطوله، ما دي بقيت الجمله. فكرت الاصابع فتح مبسوط. فدي مش هو ده المنطق؟ في يعني في اجابه تكمل السطر غير كده؟ ايه الطعامه دي؟ ايه يا اخوانا احنا فين؟
ولا قاعد. وبعدين انما 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 حكم عراقي، لا لا حكم عراقي كسر الاتحاد الاسكندريه يا ابراهيم، ما يحصلش. دول من نشامه. انت قلت التنمر. انا والله ما مش عارف انا قلت ايه. الموضه اليومين دول التنمر، والتنمر حسب في معارف علم الاجتماع تتنمر بحاجه او تتنمر بحد يعني تستاوى او تستضعفه او تاذيه بدنيا او سلوكيا، واخد بالك؟ اللي هي ايه؟ الفتوانه على الغلبان. وواضح انه حتى الفعل من المصدر التنمر تعمل نمر عليه، يعني ان انت هتعمل تايجر على حد، واخد بالك؟ ف اللي حاصل من سياق حملات مكافحة التنمر والجهود العالمية، وكان في مؤتمر على فكرة حملة في النادي الأهلي شارك فيها الدكتور أشرف صبحي مع مجلس إدارة النادي الأهلي في سباق للدرجات، ودعوة ضد التنمر، ضد إن حد يستقوى على حد، وضد إن حد جامد قوي أو قوي فيستضعف واحد أو يستغلب واحد. يعني بلاش اللي يفرد عضلاته يفردها على حد. هي غلبان. هي كمان هو السؤال في سياق انك ايه اللي خلاه واخد هذا الموقف، ها؟ من حتى لو قلنا ما فيش استضعاف حد لحد، ده هو اسئله يعني. كابتن سيد سال اسئله حقيقه الامر، مش اللي هدده، ده بالعكس هو اللي تلقى التهديد. يعني كابتن سيد هو اللي قال له هنشوف بقى وهتحاسب ازاي يعني. انما كابتن سيد ما هددش، كابتن سيد سال اسئله. إذا كان الأسئلة دي من كتر خطورة الإجابة عليها تنمر محرجة قوي. تنمر فلتكن. طيب الجدل ده دفع صديقنا العزيز الأستاذ دندراوي الهواري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع إنه يكتب النهاردة مقالة مهمة، وهو راجل كاتب ما هوش رياضي، لكن كاتب تنمر سيد عبد الحفيظ ضد رئيس لجنة الحكام ضرورة قصوى في دعوة للتنمر. بيقول دندراوي الهواري: احقاقا للحق، ما يحدث على الساحه الكرويه امر بعيد كل البعد عن المنطق والاحترافيه وتقدير المسؤوليه، وهناك تنمر كبير من البعض وتدشين سياسه الصوت العالي وارهاب الخصوم لتقنين اوضاع يقابله ترهل وضعف رهيب من المعنيين وعدم تفعيل للوائح والقوانين واعلاء لشان الجلسات العرفيه والطرديه، وهو امر يزيد من تاجيج الاوضاع، خاصة أن أحد أبرز عناصر معادلة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص هي الجماهير بمختلف انتماءاتها وثقافاتها، وهنا الخطر الحقيقي. وبيقول دندراوي الهواري في اليوم السابع: وتقدم الأمم قائم على تطبيق القوانين واللوائح بقوة وعدالة مطلقة ضد الجميع، لا فرق بين غفير أو وزير، ولا غني أو فقير، أو ناد كبير أو مركز شباب، الجميع أمام القانون سواء. والخوف والارتعاش وتنحية اللوائح والقوانين أمراض خطيرة تأثيراتها السلبية كارثية. وعندما تساءل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب مباراة فريقه أمام بتروجيت مساء أمس الأول عن السر وراء عدم إسناد مهام تحكيم مباريات الزمالك لحكمين رائعين هما محمود البنا وجهاد جريشة، تنمر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام واعتبر هذه الأسئلة من المنكرات والخوض في الذات العليا لسيادته، ولا يجب على سيد عبد الحفيظ أن يطرح مثل هذه الأسئلة مهددا بالويل والثبور وعظائم الأمور لكل من تسول نفسه الاقتراب من الحكام، لا أو محاولة استجلاء الحقيقة. بالضبط. وبيقول دندراوي الهواري: وهو أمر مثير للدهشة في ظل أندية تخرج تهاجم الحكام على الهواء وتطلب حكاما أجانب، خاصة حكاما تونسيين أو خاصة حكاما تونسيين، ولا نفهم سر الحكام التونسيين لإدارة مباريات فريق بعينه في الدوري المصري، وهل أصبحت الاستعانة بحكام من تونس شقيقة فقط لإدارة مباريات فريق بعينه فقط؟ ولماذا لا نجد رئيس لجنة الحكام المصريين عصام عبد الفتاح يرتدي عباءة التايجر ويتنمر ضد هذه التصريحات؟ ويقول في اليوم السابع دندراوي الهواري: وهل عصام عبد الفتاح فوق النقد ومحصن حصانة الزعماء الدكتاتوريين في العالم الثالث ضد تلقي الأسئلة والاستفسارات؟ ولماذا كل هذا الغضب والسخط والتكبر والغرور ضد مدير الكرة بالنادي الأهلي؟ وهل دائما المحترمون
الذين يرفعون شعارات المبادئ والقيم الأخلاقية. أيوة ده مربط الفرس بقى. واحترام العمل المؤسسي يتعرضون للظلم، بينما الجميع يخشى ويحابي ويجامل أصحاب الصوت العالي وتوزيع الاتهامات يمينا ويسارا. تنمر عصام عبد الفتاح ضد السيد عبد الحفيظ وكأنه يريد أن يذبح له القطة غير مبرر على الإطلاق، خاصة وأن رئيس لجنة الحكام مسؤول، ومن ثم من حق أي إداري في أي ناد أن يطرح الأسئلة المغلفة بالاحترام له للبحث عن إجابات واضحة وجلية، وأن رئيس لجنة الحكام عليه أن يجيب عن الأسئلة ولا ينزعج أو يتنمر أو يضع نفسه فوق مستوى النقد والمساءلة. وإذا أسس عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لنفسه صومعة باردة محصنة ضد النقد وضد تلقي الأسئلة، فيجب أن تكون هذه التحصينات أمام جميع مسؤولي الأندية دون استثناء، وليس ضد الأندية التي تحكمها مبادئ وقيم وملتزمة باللوائح والقوانين فقط، بينما تنتهك هذه الحصانة أمام قلة تمتلك الصوت العالي والقدرة على توجيه سيلا من التهديد والوعيد. يختتم الدندراوي الهواري رئيس التحرير اليوم السابع: والحق أحق أن يتبع أن رئيس لجنة الحكام ومنذ توليه المسؤولية والتحكيم المصري على المحك ويلقى انتقادات جارفة من كل حدب وصوب، وأصبح أداء الحكام يكتنفها الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام، والسر وراء إسناد مهام التحكيم لحكام بعينهم لأندية مخصوص، وأن استبعاد حكام من التحكيم لهذه المباريات ظلم واضح وعلني. وبيضيف سيد عبد الحفيظ: تنمر، وعندما وجد الساحة كلها سيطر عليها النمرة، وأن انتزاع الحق بالصوت العالي وبالتهديد والوعيد وتجييش اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان على إدارة الأهلي إدراك حقيقة أن الالتزام والصمت المفرط أمام ما يحدث كارثة، وأظهرها في هذا الموقف وتسبب في انقلاب البعض. فما كان من سيد عبد الحفيظ إلا أن يقود خطة التنمر بشكل محترم ومقنن، وألا يترك مصلحة النادي الأكبر والأشهر والأكثر شعبية تتعرض للانتهاك هكذا. النادي الأهلي نادي القيم والمبادئ ومؤسسة تربوية كبرى وقوة ناعمة لمصر في المحافل القارية والدولية، يجب المحافظة عليها مثلها مثل باقي الأندية الوطنية، ولن ينصلح حال الرياضة في مصر إلا بتطبيق اللوائح والقوانين ضد الجميع على حد سواء، واستبعاد الطردية والجلسات العرفية وشراء الخواطر، كما أن ازدهار الرياضة المصرية أو الكرة المصرية عندما تتألق الأندية الشعبية الأهلي والإسماعيلي والمصر والاتحاد لما تمثله من عمود فقري للمنتخبات الوطنية. ويختتم دندراوي الهواري مقالاته في اليوم السابع: يا كابتن عصام عبد الفتاح، لا تتنمر ضد الأندية التي تعلي من القيم والمبادئ والاحترام وتتحول إلى نعامة ضد الأندية الزاعقة والمهددة بالويل والثبور وعظائم الأمور. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. بص يا أستاذ إبراهيم، وأنا قلت لك الأهلي يبتز بمبادئه. كل ما تتكلم، لا أنت كتبت منشد قبل الأهلي والزمالك، الأهلي ما يرضاش بكده، وفعلا الأهلي ما رضيش بكده وطلع بيان إن يعني ما كانش في داعي يكتب هذا الامر، كانت النتيجه ان التحكيم كان مهزله في هذه المباراه، وكانه اخذ صك ان يفعل ما يريد الاهلي، ما رفض ان فكره الاعتراض على الحكم. فكره انك انت بتبتزني بمبادئي، انا هظل على مبادئي، لكن ايضا هظل على قوتي من خلال مبادئي للدفاع عن حقوقي واظهار الخطا. مس قولا واحدا، ما حدش هيفصل في الكلام ده بعد كده. هو ايه دخل المبادئ والقيم لما كابتن سيد عبد الحفيظ يتكلم؟ كابتن عصام عبد الفتاح قال له دي مبادئ والتقاليد الاهلي ما تسمحش بكده. ايه بقى اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ انك تسال. ان انا اسال؟ هي ما تسمحش ان انا اغلط، ما تحرجنيش. سيد ما غلطش. لا هو ما تحرجنيش يعني. على فكره كان من الممكن ان الموقف ده يعدي ولا يلتفت احد الى ما قاله الكابتن سيد لولا الرد، لولا تدخل كالعاده، تدخل كمان بانفعال، بانفعال يثير الجدل ودائما يخرج منه خاسرا. وقلت له يا كابتن عصام،
ليه بتطلع؟ ما انتش ملزم تطلع تتكلم على كل واحد بيتكلم. مش مطلوب منك تطلع تدافع، انت ما بتدافعش. انت حقيقة الامر بتحرج حكامك اكتر، لان دائما لا يوجد منطق في دفاعك. انت طلعت عقب ماتش الاهلي والزمالك ها اشدت بالحكم وقلت لو الحكم ده ما قدرش المباراة بحكمة لطرد خمسة من هنا وخمسة من هنا، يعني حكم شاف 10 حالات طرد في مباراة ما احتسبهاش يتم الإشادة بيه. يعني أني حد أني منطق في هذا؟ ده حكم خاف يطرد حد، مش حكمة وبر أمان. ده هو من الأول من الأول أنت كان ينبغي أنك أنت ما تطلعش تدافع عنه، أو تطلع تقول كان ينبغي أن يقوم بطرد فلان وفلان 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 كده. لو انت عايز تحكيمك يبقى قوي ولو عايز تدافع عنه، انما تروح تدافع عنه وهو في اضعف حالاته في مواقف انت اللي حطيته فيها عشان ما تجيبش او ما تطبقش لائحه او تكسر قرار وزاري بدون قرار وزاري يكسره. قرار وزاري بيقول ماتش الاهلي والزمالك حكام اجانب، انت كسرته ببساطه شديده. وجيت على فاينل الكاس رئيس لجنه الشباب الرياضه طرف المباراة بيقول لك أنا هدفع الفلوس وده حقي، تقول له لا حكام مصريين، ويطلع العميد ثروت سويلم يقول لك أصل الزمالك نفسه في بطولة. يا إيه ده؟ يعني طب ونبي نقول إيه؟ طب نرد نقول إيه؟ ما تقولش حاجة لحسن تتعاقب. في كده؟ نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف الأهلي وبتروجيت لا يعني مش هتجيبوا لنا الرد، إنما الرد هنشوف هنشوف بعد الفاصل رد كمان مهم، وهنشوف حساب الحكام من قبل خبراء التحكيم واحدة واحدة السنة دي، وعايزين الكابتن عصام عبد الفتاح يرد لنا على الكابتن جمال غندور والكابتن أحمد الشناوي واستوديوهات التحليل التحكيمي، ونوعده إحنا مش هنتدخل وياسر عبد الرؤوف منه ليهم بعد الفاصل.